نقطة، وبيراميدز في المركز الثاني برصيد 70 نقطة، الزمالك في المركز الثالث برصيد 69 نقطة، والمصري 52 نقطة في المركز الرابع، المقاولين برصيد 48 نقطة. الجدول أمام حضراتكم، مصر المقاصة برصيد 46 نقطة، والإسماعيلي 43، طلائع الجيش 41، وإمبي في المركز التاسع برصيد 40 نقطة. كان ممكن الجونة يبقى في المركز التاسع كمان مش المركز العاشر، وباقي الفرق زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة. تعالوا نروح لأخبار النادي الأهلي، وإن شاء الله إن شاء الله مباراة تكون مميزة يوم الأربعاء من جانب النادي الأهلي، مباراة مهمة جدا الأهلي والمقاولين، إن شاء الله الأهلي يحسمها بإذن الله. الكابتن الخطيب بالأسطورة الأهلاوية بيشارك في اجتماعات لجنة الأندية بالاتحاد الأفريقي. دايما بقول إن الكابتن محمود الخطيب لما اسمه بيتحط في مكان بيزين هذا المكان أيا كان المكان هو إيه، ودي حقيقة مش كلام وخلاص. كابتن محمود الخطيب أسطورة فعلا عايشة في وسطنا، إن شاء الله ربنا يديله طولة العمر. دايما بيزين أي مكان بيكون فيه، سواء لجنة أندية الاتحاد الأفريقي، لجنة أندية اتحاد العالم كله، يعني هو بيزين المكان. كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي شارك في اجتماع لجنه الانديه والمسابقات بالاتحاد الافريقي، والتي عقدت اجتماعها اليوم بمقر الاتحاد بالقاهره. حضروا 15 من رؤساء الانديه والاتحادات في القاره، وكان النادي الاهلي المصري الوحيد الذي حضر هذا الاجتماع. ده طبعا شرف كبير جدا لينا، وشرف للاتحاد الافريقي ان هو يحضر كابتن محمود الخطيب في هذا الاجتماع. حرص احمد رئيس الاتحاد الافريقي والذي ترأس الاجتماع على الترحيب بالكابتن محمود الخطيب باعتباره احد ابرز اساطير القارة. تناول جدول الأعمال العديد من الموضوعات الخاصة بكافة المسابقات القروية في القارة الإفريقية وكيفية تطويرها، وكذلك تطوير اللوائح المنظمة لهذه البطولة. وكذلك تمت مناقشة المقترحات الخاصة بقواعد تراخيص الأندية المحترفة، والتي كان الأهلي تصورات عرضها لصالح كافة الأندية. دايما بنتكلم، الأهلي دايما بيتكلم في المصلحة العامة، وقلنا الكلام ده يعني مرارا وتكرارا، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الكرة في أفريقيا بصفة عامة. بالتأكيد اجتماع مهم جدا كان يعني في الاتحاد الأفريقي، أكيد بيستعين بكل رموز القارة، وأكيد كابتن محمود الخطيب رمز كبير في القارة الأفريقية، وأكيد كان لآرائه ومقترحاته إن شاء الله يكون ليها أهداف، وأهداف كبيرة جدا، خصوصا بعد التطور الكبير قوي اللي حصل في الكرة الأفريقية اللي حضراتكم شفتوه. كمان أكيد لازم يبقى فيه كمان تطور، وتطور أكبر كمان إن شاء الله يكون لهذا الاجتماع وهذه القرارات صدى كبير في الاتحاد الأفريقي من جانب الكابتن محمود الخطيب. خلاص اتكلمنا عن مباراة الجونة وقفلناها خلاص. لو هنعرف نجيب تليفونات عايزين مباراة ولا هنقفلها خلاص. كمان نروح لعيبة النادي الأهلي. الشيخ بيؤدي جلسة في الجيم، عارفين أن أحمد الشيخ كان اشتكى من آلام أبعدته في الفترة الأخيرة من المران، إن شاء الله يرجع بسرعة وكل اللعيبة ترجع بسرعة، محتاجين لعيبة في المباريات المتبقية ومحتاجينهم إن شاء الله في الموسم الجديد. ولاسارتي بيجتمع بمعاونيه ويحاضر اللاعبين في التتش، أكيد طبعا هيجتمع بمعاونيه ويجتمع بيهم كمان أكتر وأكتر في اليومين اللي جايين دول لغايه مباراه المقاولين. اكيد هيتكلم عن اهميه المباراه، خصوصا كمان بعد تعادل الزمالك النهارده مع الجونه، هيتكلم عن اهميه المباراه، مباراه في ايدينا ومباراه في رجلينا واحنا النادي الاهلي، وان شاء الله ان شاء الله الاهلي يحسمها باذن الله. اجتمع مع جهازه المعاون النهارده، وان شاء الله هيروحوا للاسكندريه يوم الثلاث للمبيت قبل 24 ساعه من مواجهه المقاولين على خير باذن الله. رمضان صبحي كان اشتكى في مباراة البلاستيك من ألام في الضمة، إن شاء الله رمضان يرجع بسرعة جدا. تدريبات تخصصية برضو في الجيم، وبرنامج بدني لرمضان صبحي اللي اشتكى من ألام في العضلة الضمة. لاسارتي بيطمن على إكرامي، النجم شريف إكرامي بعد عودته من ألمانيا. عايز أقول لكم الأخبار يعني بشكل سريع، إكرامي بينفذ البرنامج العلاجي والتأهيله بتاعه، ان شاء الله يرجع بسرعه جدا. محتاجين كل اللعيبه زي ما قلت لحضراتكم، مع الشناوي ولطفي وكرام، ان شاء الله كلهم يكونوا يعني في فورمه بدنيه عاليه جدا. محمود وحيد ومحمد محمود نجوم طبعا في النادي الاهلي. محمد محمود عارفين ان هو خلاص يعني بينتظم في برنامجه التاهيلي بعد جراحه الرباط الصليبي. محمود وحيد كمان اشتكى في اجهاد في العضله الضمه، يا جماعه موضوع العضله الضمه ان شاء الله يرجع بسرعه جدا. محمد محمود لعيب الحمد لله على كل شيء، لعيب مهم قوي هيفيد النادي الاهلي قوي قوي ان شاء الله لما يرجع وينتظم في التدريبات. النهارده كان المران
في عرضيات وتصويبات كثيره جدا على الجون، هدفها اكيد استغلالها في مباراه المقاولين من جانب لاسارتي ولاعيبه النادي الاهلي. دي كانت لقطات من المران. دي كانت اخبار النادي الاهلي بشكل عام وبسرعه جدا. لو معانا على التليفون يا جماعه نطمن لعيبه، نطمن الناس على المران.